السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلة الاتحاد: الذكاء الصناعي يخفض تكلفة مشاريع البنية التحتية 50%. تساهم 10 تطبيقات رئيسية للذكاء الصناعي في تخفيض تكلفة مشاريع البنية التحتية العملاقة بنسبة تصل إلى 50%، والتي تعكف أبو ظبي على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة. بدأ في تحويل الإمارة إلى نموذج المدينة الذكية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية والمكاتب الاستشارية وشركات القطاع الخاص والمقاولات، بحسب لؤي دهمش رئيس شركة أوتوديسك الشرق الأوسط. وقال دهمش إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مشروع زايد المدينة الذكية تتضمن أنظمة متطورة للتحكم في الإضاءة وصرف مئات الأمتار وإيجاد مواقف السيارات عبر التطبيقات الذكية، فضلا عن تنفيذ ألعاب ذكية في الحدائق والمتنزهات وإدارة شبكات الري والإنارة والصرف فيها عن بعد أو بطريقة تلقائية، وكذلك تنفيذ ممارس ذكية لرصد إجمالي الخطوات وأعداد المستخدمين. وأوضح دهمش أن تطبيقات الذكاء الصناعي ونموذج معلومات المباني ستساهم في تخفيض تكاليف البنية التحتية في المشاريع الجديدة بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 50%، مؤكدا أن التطبيقات بدأ تنفيذها بالفعل في عدد من المشاريع والمعالم الذكية في مدينة أبو ظبي، ومنها متحف اللوفر أبو ظبي وأبراج البحر وقاعة ياس أرينا ومشروع زايد للمدينة الذكية. وفي سياق متصل، أكدت بلدية أبو ظبي مؤخرا أنها تعمل في الوقت الراهن على إعداد مخطط شامل لتحويل مدن إمارة أبو ظبي إلى نموذج المدينة الذكية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية والمكاتب الاستشارية والمقاولين وشركات القطاع الخاص، ليبدأ تنفيذ المخطط اعتبارا من بداية عام 2020. وبدأت دراسة المخطط الشامل من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المباني والطرق والبنية التحتية بالمدينة، فضلا عن تعرف التكنولوجيات المتطورة المستخدمة في تحويل المدينة إلى مدن ذكية عبر مواصفات المباني والخرائط وشبكات الطرق ثلاثية الأبعاد المخزن بقاعدة البيانات التابعة لبلدية مدينة أبو ظبي. وتعكف بلدية أبو ظبي على إطلاق عدد من المبادرات التي تستهدف نموذج معلومات المباني، وتشمل هذه المبادرات إطلاق نظامي إي سبميشن وبيم ريفيو الإلكترونيات، وتمثل هاتين المبادرتان جزءا من مشروع زايد المدينة الذكية الذي يطبق خلال السنوات الخمس المقبلة، اللي يشمل مدينة أبو ظبي كاملة في 2022. ومن أهم المشاريع الذكية المقومة في مدينة أبو ظبي متحف اللوفر أبو ظبي، حيث تم استخدام سحابة نظام 360 نموذج معلومات المباني، وهي عبارة عن تقنية تقوم بعمل نموذج للمعلومات ثنائية الأبعاد بشكل ثلاثي الأبعاد في جميع العمليات المتعلقة بالإنشاءات والعمارة وإدارة التصميم والإنشاء في الفضاء الافتراضي. وبفضل إمكانية التحقق من المعايير التفصيلية وصحيحة في وقت مبكر وتنفيذ الإنشاء الفعلي، يمكن لهذه التقنية التخلص من الأخطاء والحوادث في موقع الإنشاءات مقدما، ما يوفر كميات هائلة من الهدر في الأموال والوقت. وساهمت تلك التطبيقات الذكية في إنجاز بناء متحف اللوفر في أبو ظبي من دون حدوث أي تأخير وتقبل تكاليف إضافية ضخمة، حيث أتاحت شبكة نظام 360 لنموذج معلومات المباني لأكثر من 1000 متخصص وخبير عالمي المساهمة في تنفيذ المشروع عن بعد، وتمكنوا باستخدام ذلك النظام من دمج الأجزاء التي تخص كل فريق منهم والتعاون مع الفرق الأخرى في الوقت اللحظي، ما يوفر في المحصلة الوقت والتكلفة. كما مكنت هذه التقنية في تقوية بنية القبة لكي تحمل وزن 7500 طن مع تطبيق مجموعة قواعد واضحة مرتبطة بقدرات بعض البرامج المتقدمة. وهكذا فإن مشروع اللوفر من حيث التصميم والإنشاء والإنتاج والتجميع معقد وصعب جدا، إلا أن الوظائف ثلاثية الأبعاد للأدوات البرمجية والبرمجيات الشاملة التي قدمتها هذه التقنية أتاحت للمهندسين تصميم الأسطح والقضبان والعقد والروابط بكفاءة عالية وسهولة ملحوظة. وأما مشروع أبراج البحر الذي يتكون من مبنيين حديثين في مدينة أبو ظبي واللذان يقدمان نموذجا ممتازا عن كيفية استفادة المباني من أحدث جيل من حساسيات الحرارة، حيث بنيت الواجهة الخارجية للبرجين توأمين من الزجاج وغطى السطح الخارجي بهيكل الواقي من المظلات، وتحكم بهذه الواجهة برنامج يتلقى قياسات أشعة الشمس آنيا ويفتح المظلات أو يغلقها وفقا لشدة أشعة الشمس، كما تستشعر الحساسات أيضا سرعة الرياح ومستويات الأشعة الشمسي لضبط الواجهة في حالات الرياح شديدة أو ظروف الأجواء الغائمة الطويلة. وصممت الواجهات في مشروع أبراج البحر لخفض ارتفاع الحرارة الداخلية بنسبة 50% مقارنة بالمباني المماثلة لها في الحجم في الشرق الأوسط. وظهرت الدراسات الأولية أن ذلك يحقق وفرات في تكاليف الطاقة اللازمة لتبريد الأبراج. وأما قاعة ياس أرينا فهي صالة داخلية الأولى من نوعها في أبو ظبي، التي تسع نحو 18,000 متفرج، مصممة
لاستضافة الأحداث الخاصة والأحداث العامة الكبيرة مثل المسابقات الرياضية وفعاليات الشركات والمؤتمرات والعروض الثقافية والحفلات الموسيقية وغيرها من الأنشطة. وتمثل الصالة عنصرا مهما من منشآت الواجهة البحرية للخليج ياس التي تمثل جزءا من مساحة متعددة الاستخدامات تبلغ مساحتها 14 مليون قدم مربع يجري تطويرها في الطرف الجنوبي من جزيرة ياس. التطبيقات الذكية تعزز الأعمال التجارية. قال الأيد دهمش رئيس أوتوداسك الشرق الأوسط إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز الأعمال التجارية في المنطقة بأساليب عديدة في مسارها الطبيعي والتطوري، مؤكدا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع والبناء بدأ يأخذ مكانته المناسبة للتو مع تطور التكنولوجيا وانخفاض التكاليف. ويعد تبسيط العمليات التجارية وخفض تكاليف العمالة وتوفير بيئة عمل أكثر أمنا وتنبؤ بنتائج سلسلة التوريد بكفاءة أكبر جماعات عدد من الطرق التي تساهم فعاليا في تطوير الأعمال التجارية في المنطقة. وأشار دهمش إلى أن الشركة قدمت الدعم اللازم لعملية تخطيط الطموح لعمليات إنشاء قاعة ياس أرينا من خلال تطبيق نظم سير العمل الهادفة إلى تقديم الحلول والتي تستطيع إبراز المشاكل الميزانية وإدارتها واكتشاف الأسباب الجذرية لها أيضا من خلال التقنيات المعتمدة على الذكاء الصناعي. وفقا لتقرير حديث نشرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز حول نمو تجارة الذكاء الصناعي في الشرق الأوسط، وجد أن الذكاء الصناعي يمكن أن يساهم بضخ 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030 بمعدل 11% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. من المرجح أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مكاسب في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13.6 بحلول عام 2030. قرأوا عليكم عمر.